ودابا جا وقت مسابقة تحدي طياب مع ضمتي، ولهذا الأسبوع معنا الطبق ديال طاجين ديال اللحم بالخضرة. يعني لالا انت غادي تبدعي في هذا الطاجين بالطريقة ديالك باستعمال ضمتي اللي انت غادي تختاريها. وكل يوم الفائزة معنا غادي في ايديها قفة عامرة بالمنتوجات ديال ضمتي، وفي نهاية الأسبوع شوية دايز هالكلام للفوز. طاجيننا هاد الصباح من مدينة الدار البيضاء طاجين ديال اللحم البقري مع الأخت حسنية. صباح النور يا حسنية، إيش أخبارك ولاباس عليك؟ السلام عليكم. صباح لاباس عليك يا حسنية. أحوالك؟ الحمد لله. كي دايرة مع الصحيحة؟ كل شيء مزيان. بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. إيوا لالا الطاجين ديالك راه دايزو الكلام. بارك الله فيك، الله يكبر بك، الله يحفظك. اليوم غتقترحي على الأخوات طاجين ديال اللحم بالجزر. ايه يلا لالا، الحلو مع الملح، هذا فيه الحلو والملح. يلا لالا تفضلي، ناخذ الطريقه ديالك لهذا الطويجن. الطريقه كيما كيصوبوا مغاربه كاملين، كتاخذي الحمار كتشرمليها البزاف، كنجبير، خرقوم، ايوا شويه الربيع، شويه الثومه محكوكه، هذا ماريناد، هذه واحد الخلطه كتخلطيها، الملحه طبيعه الحال، ايه، وكنزيد الضامتي ديال البقري، ايوا، وكنخلط هذاك اللحم شويه، نخلي واحد شويه يتشرب هذيك العطريه. نعم. ومن بعد كنديروا في الطواجن هو الاول، ونزيد عليه طبعا، خليت واحد شويه ديال داك الشرموله باش ندوز فيها شويه الخضره، شويه البصله، هكا كنديرها. ما كنديرش انا العطريه على الطاجين، كنشرمل كل شيء وكنحط. وشنو درتي في الخضره؟ الخضره درت خيزو، ايوا، ودرت شويه ديال الحامض، ايه، حامض مطيب، اها، ومن بعد زينت بشويه الخيزو، زدت شويه ديال البرقوق، اها، ديال الزبيب، وكنسقيه. دابا ملي كندير البصله من الفوق، هي فوق اللحم، ايوا، كنخلي حتى والجزر بطبيعه الحال حتى هو مشرمل، اها، وشويه ديال الحامض. كتخلي الحامض درتو مع في الاول، في الحقيقه درتو في الاول، ايه، مع هذاك غير اللب ديالو، ماشي البابة الحامض، ايوا، اها، وخليتها كيطيب على نار مهيله بطبيعه الحال، شويه زيت العود من الفوق، اها، ياخذ مزيان الطياب. عاد كنولي كنعسل ليه واحد شويه ديال البرقوق، غير شويه، واحد شويه الزبيب، ماشي بزاف، ايوا، ما يجيش غالب الحلو على المالح، كيجي داك الخليط يجي متوازن، ايوا، وكنسقيه بواحد شويه ديال العصير ديال شويه، غير شويه، قياس واحد المعلقه، ايه، ديال الليمون، البرتقال، وكنعسل ليه واحد شويه ديال مطيشه معسله، هذيك مطيشه معسله هذيك طريقتها خاصه، ايه، كنديرها بوحدها هذيك، غير كنزوق بها. كيجي داك الخليط ديال الملح والحلو. ايوا تبارك الله، راه طاجين مهور فيه بزاف ديال المكونات حسنية. الله يحفظك، بارك الله. وحنا مولفين دابا مغاربة، هادشي اللي مول عزيز عليهم، أسهل حاجة هي الطاجين. لا لا، شوف، أسهل وألد حاجة هي الطاجين ديالنا المغربي. تبارك الله عليك يا حسنية. كنطلق البنة، الله يحفظك، الله يكبر بيك. إيه صافيك، الله يكبر بيك، وكنخليو كيطيب وتنقدموه باش ما عطى الله، وكنقول لك لحسنية. كيشارك فيه، بارك الله فيك، الله يحفظك. أصوات ودمتي كيهديوك لالا واحد القفه عامره بالمنتوجات ديال ضامتي، بصحتك وراحتك. بارك الله فيك، الله يحفظك. راه ما نتمنى ياك، راه ما تبني وما تبدعي ليا في الطويجنات. الله يحفظك، عطاك الله الصحه والراحه حسنيه، وحظ موفق لكل الاخوات.